أطلقنا سنة 2017 استراتيجية الأمن المائي 2036. الاستراتيجية مركزة على بعض الأساسيات. أول شيء أنه يكون في نسبة كمية من المياه متوفرة في الدولة حسب الطلب في حالات الطوارئ وغير الطوارئ. والحمد لله نحن المستهدفات اللي حطيناها كلنا نحن ملتزمين فيها وعدينا هالمستهدفات. بعد ضمن الاستراتيجية كان في طلب على أساس أنه يكون في مخزون للمياه داخل الدولة تغطي تقريبا 20 يوم كمخزون، وأنا بشرك نحن اليوم عندنا فوق 35 يوم كمخزون مياه في الدولة. كذلك عن طريق الاستراتيجية ربطنا بين شبكات المياه بين الهيئات المختلفة سواء كانت في أبوظبي أو دبي أو في الشارقة أو الإمارات الشمالية. نحن الحمد لله كدولة الإمارات في 15 سنة الماضية استثمرنا في الطاقة النظيفة والمتجددة في حدود 43 مليار دولار، ومتوقعين خلال الست سنوات القادمة بنستثمر 50 مليار دولار في الطاقة المتجددة والنظيفة كذلك. فهذه المبادرة بتخدمنا من ناحية المستهدفات، وفي نفس الوقت بتشارك المجتمع في الإسهام في مستهدفاتنا نحن على المستوى الاتحادي.